كيكون لك شي ضاد بزاف وما محتارمينش الطاقه الاستيعابيه 50%. اه شي واقف شي جالس شي كيقيس الحديده اللي كيقيسها لا ما كيحتارموش، حتى الباب اللي جا كيورك عليه باش يخرج. كنبغي نقول لهم خليو مسافه الامان وما تنساوش الكمامه ديالكم و الطاقه الاستيعابيه 50%. وهادشي اللي كاين خو راه كنطلع للطوبيس كل نهار ديما غاديين فيه والو ما كاينش شي واقف شي مريح. تفيق مع الصباح كتلقى الطوبيس عامر بلاكه عامره بنادم مزاحم كتطلع للطوبيس شي واقف شي مريح. خصني شي حل لهادشي بنادم ما مخلصش لا والو اخويا بنادم مزاحم في الطوبيس كلشي عامر. طلع الطوبيس كتخلص ورقه وكتبقى واقف وكلشي عامر بنادم مزاحم شي جالس. خويا تش كامل خصنا ليه شي حل. هو بنادم يبدا يدير التباعد ويعقمو وكمامة كلي ما كيديرش كمامة كاع كنا لا طالي طالع اللي طالع هكاك طاكسي لحد الان اللي تنشوفو مشكل ديال الكورونا اللي هو مشكل خايب بزاف وكل مره كتزاد الحالات لواحد العدد خيالي خيالي وكيموتو الناس وطاكسي كان كيهز ثلاثه ديال الناس ولا كيهز ربعه يعني زاد فيه. لا لا ما كايناش كيبان لك كلشي بارك حدا بعضياتهم وشي واقف شي بارك ما كاينش زعما تباعد جسدي ولا طاقه استيعابيه. عندي تخاجي من هنايا لسيدي معروف كناخذ سيت وتاكسي نو جامي ما كاينش كاع ديك 50% ما كايناش كاع يعني شي حدا شي ما كاين لا حتى شي حاجه ما كاينه نو 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 ما كاينش كاريمو جوتجور يعني شي حدا شي ما كاينش كاع يعني كنغامروا كنطلعوا حيت ما كاينش فين غتمشي حيت الا ما مشيتيش في هذاك صافي خصوصا دابا مع هذا القرار اللي ولا اوي تورك وشي كيتحبس غتبقاي في الزنقه ما عندكش كيفاش غدير كثر تاخذ طاكسي وطوبيس وتمشي في داكشي لا والو. ديما فاش كنركب في الترام ما كايناش كاع مسافه الامان شي لاصق في شي وبالنسبه للانسان واش غير جالسين لا كلشي جالس شي واقف شي لاصق في شي هكا ما كايناش كاع مسافه الامان ولا كاينه غير ديك القضيه ديال 50% يعني كاينين غير الناس اللي جالسين اللي واقفين ما كاينينش لا ما كايناش كلشي جالس وكلشي واقف. كنقول لكم الله يهديكم وديروا مسافه الامان وديروا الكمامه لابافيت ديالكم وردوا الباب راه المرض كاين. كاين في واحد الحالات كاينين بالنسبه للناس الكبار راه خصك تشوف فيه ويشوفوك من بعد عاد كتفاهموا على حساب الطريق. وكاين واحد الناس اللي دايرين تباعد بلا ما يحس الطريقه ديالو زعما كيولف على هذا الشيء فهمتيني كيفاش. الناس الكبار هما اللي شويه كتلقى معاهم شويه ديال وبالنسبه انت راك شاب واعي راه انت اللي كتعطيهم المسافه ديالك. بالنسبه للطوبيس انا ما بان لي لا 50% لا والو الصراحه من وقت الانسان كيكون باغي يلحق العمل ديالو ولا شي حاجه كيضطر يغامر كما كنقولوا حنا. اما بالنسبه للترام الترام بان لي شويه الترام كاين واحد شويه ديال المسافه ما بين الناس ولكن ما كنستعملوش بزاف انا على ما كنت فيه خطره ولا جوج بانت لي واحد المسافه كبيره بيناتهم. ولكن بالنسبه لوقت الاعمال ما كنكونش انا حاضر في ذاك الوقت غتكون تقدر تكون الدنيا عامره غيكون بان لي بحال الطوبيس بحال الترام.